وعلى ونحن وعلى فتذكر الذي كان حين أفنيناهم سمر وضرا فتذكر الذي كان الله عليك يا دكتور. الله حلو قوي جدا جدا. وايه الجمال ده ما شاء الله. ايه اللي احنا 39 يا دكتور؟ 30 ما شاء الله. حاجة يعني وبعدين طويلة جدا، قصيدة طويلة جدا. اللغة العربية كيف طواها رياض السلطاطي لهذا النغم وغناها الناس بالاسمك حضرتك ما شاء الله. ابتداء التفاعل بتاع الرجل العادي اللي بيسقف للبطول حفظ هذا الكلام. كأن شوقي قد أجرى على يد السلطاطي الكلمة العربية الأصيلة على لسان الشعب وعلى لسان الناس المستفيد. تسلم إليك يا دكتور. تسلم إليك والله. حاجة في منتهى الجمال وفن واختيار وعزف وغنى، حاجة في غاية الجمال والله. أحسن. أنا عاوز أدخل الأستاذ محمد، أستاذ رياض السنباطي، محمد رياض. طبعا اسمه هو بدور عليه، أصل برضو البرنامج ده علشان الواحد يقعد يدور. قصه كده قصه. طيب لحد ما انا ادور وقبل الحظر بقى، وطبعا انت عارفين احنا عارفين المشقه اللي بيتكبدها لا الاستاذ محمد، الاستاذ محمد الاستاذ محمد الشريعي طبعا يعني لهم كل الشكر الحقيقه ان هم استقرار كبير. الاستاذ عباد بيتحركوا في الحظر ده وبيلتقوا علشان يسمعونا اعمال متكامله. برحب بالاستاذ الشكر العظيم استاذ محمد عابد. اتفضل. مساء الخير عليك. الله يحفظك. اتفضل يا عمرو.